الصبح نزلت فيديو اتكلمت فيه على مشاكل برشلونه بعيد عن كومان، وان كومان كان جزء بس من مشاكل برشلونه. لو ما اتفرجتوش عليه انا هسيبه لك هنا فوق، ممكن تدوس عليه تتفرج عليه علشان خاطر تفهم او توصل لك وجهه نظري ان المشكله في بعض اللعيبه او في الفريق كله كشكل كتيم. بس انا نفسي اللي اتفرج على الماتش ده اكتر واحد واستفاد منه يكون هو تشافي هرنانديز، لان تشافي هرنانديز لو اتفرج على الماتش ده كويس جدا هيعرف ان مش هو راجل المرحله في برشلونه، ويعرف ان مش هو المنشود في برشلونه، مش تشافي هرنانديز اللي هيجي يعمل تيم، مش تشافي هرنانديز اللي هيعرف ان هو يعمل فرقه من شويه شباب صغير. تشافي تولى فرقه جاهزه مع جوزوالدو فريرا، فريرا كان سايب له فرقه جاهزه في السد، انما في برشلونه مفيش فرقه، بواقي فريق. فانا اتمنى تشافي يكون ارى المباراه النهارده وارى برشلونه واقف فين. يعني برشلونه جاب جون اتسنتر، برشلونه لابس جون مش عارف تحافظ على الهدف بتاعك لمده دقيقه. فانت بتتكلم في فريق جاسبرات طلع اتكلم عليه، جاسبرات ده هو واحد من افشل رؤساء النادي في تاريخه، طلع اتكلم امبارح ان برشلونه لسه مرشح للثلاثيه. تخيل انت الكلام ماشي ازاي، اللي هو اي حد هيجي مكان كومان فيه ثلاثيه. ثلاثيه ايه؟ ثلاثيه ايه اللي انت ممكن تاخدها برشلونه؟ ثلاثيه ايه؟ احنا عايزين نبني فريق. انتوا هتقعدوا توصلوا الناس فكره ان احنا لسه حاضرين وفي منافسه وبرشلونه بينافس على الدوري ودوري ابطال، احنا احتمال نخرج الجوله الجايه من دوري ابطال. فانت بتقولوا للناس ايه طيب؟ يعني ما احنا عايزين الناس تكون واضحه وظهر لها الوضع الحالي ببرشلونه، الوضع الحالي ببرشلونه بيقول ان احنا محتاجين نبني على شويه شباب صغار طالع من لاماسيه، جافي، نيكو، بالدي، لعيب زي مانجويزا. بس انا اعرف يعني مانجويزا هيلعب فين، يعني عشان خاطر نعرف يعني نعرف نوقف مانجويزا في الملعب صح، هيلعب مساك ولا هيلعب طرف ولا هيلعب باك ولا هيلعب ايه بالظبط، وما نقعدش نعمل معاه حوار ديست كده اللي هو انت بتلعب باك ما بتعرفش تدافع هتروح تلعب طرف هجومي. واجويرو اللي كنت بتكلم الصبح النهارده ان هو برجل واحده ممكن يكون هداف الفريق، لعب له ساعه وبعد كده اتصاب، اللي هو يعني حتى الحظ بيقول لك ان برشلونه محتاج وقت. اتمنى ان احنا ما كناش نبدا بالكلام على استمرار المدير الفني، يعني كنت الاقي ناس كتير بتتكلم عن المدرب لو كسبنا النهارده، حتى لو الكره بتاعت ممفيس دبي اللي خبط في العارضه دي كانت داخل الجون كان قال لك يا لو الراجل ده استمر ممكن يعمل شغل كويس والله من برشلونه. انا سمعت الكلام ده بالنسبه للمدرب المساعد بتاع كومان، فعادي جدا انك كنت تسمع الكلام ده. فاتمنى ان الناس دي تبقى فاهمه حاجه واحده بس، ان مش كومان اول ما مشي الصبح هتلاقي الفرقه مختلفه تماما، لا هي نفس الفرقه. كومان كان غاب بياخد قرارات غبيه اه، بس العناصر المتاحه ببرشلونه ما تقولش ان العناصر دي ممكن تنافس على اي حاجه، الكلام ده بنقوله لوجه الله. لو عجبك الكلام خير وبركه، ما عجبكش الكلام افضل منتظر ان برشلونه جاي ينافس على دوري الابطال، وانتظر ان برشلونه هيقدم اداء خرافي. يعني مثلا كوتينيو، هل كوتينيو جاي في فورمه ببرشلونه؟ لا كوتينيو مش جاي في فورمه. هل ممفيس ديباي النهارده كان كويس؟ او ممفيس ديباي النهارده كان كويس جدا. هل انت عندك قناعه ان ممفيس ديباي ممكن يكون كويس في مباراه دوري الابطال الجايه؟ لا، لان احنا شفناه بيقدم ماتش كويس والماتش اللي بعديه بيقدمه بمستوى سيء. فانت ما عندكش اي ثقه في اي حاجه في برشلونه. فانت نفسي افهم انت يعني فاهم ان تشافي برضه هيجي يغير اي حاجه ازاي؟ انا نفسي افهم ونفسي تقنعني. لو انت مقتنع فعلا ان الازمه بتاعت برشلونه ممكن تتحل لحظه تيكا مينت كده تيجي تحل المشكله بتاع برشلونه، قول لي تحلها ازاي، عشان انا بصراحه شايف ان احنا محتاجين وقت ومحتاجين مدير فني كبير يعرف يبني فريق، مش هو تشافي خالص، فاهم الفكره؟ يعني انا بحب تشافي جدا، كنت بتمنى تشافي، بس تشافي يجي بعد ما زملائه بطلوا، تشافي يجي مع صلاحيات كامله، انما تشافي مش هيجي مع صلاحيات كامله مع لابورتو وزملائه لسه موجودين. عرفت ان ليه مش عايز تشافي يجي ولا وصلتك الفكره؟ لو وصلتك الفكره اعمل لايك، لو ما وصلتلكش فبراحتك اعمل ديسلايك وانزل قول عليا ان انا مش فاهم اي حاجه ببرشلونه وان تشافي ما يجي هناخد الثلاثيه. يا عم يا ريت والله، اتمنى ان احنا ناخد الثلاثيه بدل ما احنا واخدين حرقه الدم من مشاركه ماتشات برشلونه لا اكتر ولا اقل.